اليوم مثل ما تعرفون في مبادرة، المبادرة تسمى عيال الشيخ زايد، تنطلق اليوم، بتكون في شهر رمضان الكريم، فترة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله بإذن الله المتوقع الوصول ل 4 مليون درهم لإنشاء هذا المستشفى. بيكون طال عمرك اللي كافة من خلال التبرع، أيضا من خلال موقع الهلال الأحمر، وأيضا كذلك يستطيعون المحسنين التبرع من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي، وأيضا كذلك يتواجد مع مناديبنا منتشرين على مستوى دولة الإمارات ككوبونات، وأيضا يستطيعون التبرع كإيصال أيضا كذلك. إن شاء الله بإذن الله نأمل أن نحقق هذا التارجت، وأيضا أن لا ننسى أن هذا الاسم، اسم الشيخ زايد رحمه الله، يطلب منا الجهد الكبير في إنجاح هذه الحملة، وإن شاء الله أننا متوقعين في الفترة هذه أن نحقق التارجت قبل الموعد إن شاء الله بإذن الله. هذه المبادرة كانت من مجموعة من الشباب السوشيال ميديا، تم توصيل رسالتهم إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وقاموا بدورهم مشكورين بتبني المبادرة، وفي وقت قصير قاموا بالإعداد لهذه المبادرة، والحمد لله يعني اليوم المبادرة رأت النور، ونتمنى أن من أخواننا مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي حتى مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي أنهم ينقلون هذه الرسالة بدورهم، ويحاولون أن يحثون متابعينهم لعمل الخير. أحب من أخواني مشاهير السوشيال ميديا إعطاء نافذة من خلال حساباتهم لعمل الخير في هذا الشهر الفضيل، لحث الناس والمحسنين مو فقط بس هذه المبادرة، العمل الخير بشكل عام يعني، وأن يكونون سبب في إن شاء الله الدور الكبير اللي تقوم بدولتنا في العمل الإنساني. تم إنشاء مستشفى قبل شهور، تم تسليم الأمومة والطفولة، وتم تشغيله من قبل حكومة كردستان وزارة الصحة، فهذا المستشفى إن شاء الله سيتم تشغيله من قبل الصحة في كردستان العراق. بناء على متطلبات كردستان العراق في إيجاد مستشفى اليوم لدعم أو لمساعدة أو لعلاج الأشقاء السوريين المتواجدين اللاجئين في كردستان، بالإضافة إلى النازحين العراقيين من عدة مناطق لكردستان، فالحاجة اليوم أن إقامة مستشفى بشكل عاجل في كردستان العراق، وهذا إن شاء الله سوف نقوم به العمل بعد رمضان في أربيل إن شاء الله.